موسيماني بيضم 22 لاعبا لقائمة الأهلي استعدادا للجونة، استعدادا لكأس الرابطة. قائمة النادي الأهلي لمواجهة الجونة: مصطفى شوبير وحمزة علاء ثم مصطفى مخلوف. أنا برضو عايز برضو أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل في أو اللاعبين الناشئين اللي موجودين: مصطفى مخلوف ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد خليفة نصير ومحمد مغرابي ومحمود وحيد ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو وليد سليمان حسام حسن صلاح محسن محمد أحمد شرقية زياد طارق محمد أشرف أحمد أشرف محمد فخري أحمد سيد غريب صالح نصر محمد ياسر أحمد سيد عبد النبي. دي قائمة النادي الأهلي لمباراة بكرة. عايز أقول لحضراتكم إن مصطفى مخلوف حارس مواليد 2003، محمد نصير مواليد 99 وهو بيلعب خط وسط 6 و8 رقم 6 ورقم 8، محمد مغربي مواليد 2001 بيلعب مساك وظهير أيسر، محمد أحمد شرقية مواليد 2003 مساك، محمد أشرف مواليد 2001 ظهير أيسر، أحمد سيد عبد النبي مواليد 2002 ظهير أيمن، عبد الرحمن مانو مواليد 99 خط وسط زائد مدافع ومساك، يعني بيلعب مدافع ومساك، أحمد أشرف مواليد 2001 خط وسط 6 و8، محمد فخري مواليد 99 وهو صانع ألعاب، صالح نصر مواليد 99 جناح مهاجم أيسر، زياد طارق مواليد 2000 جناح مهاجم أيمن، أحمد سيد غريب جناح مهاجم أيمن زائد جناح مهاجم أيسر، محمد ياسر مواليد 2001 وهو مهاجم. دول مجموعة الناشئين اللي هيكونوا موجودين. أنا بس حبيت أوري حضراتكم إن إحنا عندنا 2003 و99 و2000 هيكونوا متواجدين و2001 أنا آسف هيكونوا متواجدين إن شاء الله بكرة في مواجهة الجونة داخل قائمة النادي الأول.